من المدهشات جدا في تجربة عبد العزيز محمد داود أغنية كفاية. إسماعيل حسن كان قاصرا على وردي، ولكن عطر وزعوا على مجموعة من الفنانين. أي فنان غنى له؟ تاج مصطفى، أحمد المصطفى، منى الخير، كلهم أداهم غنى ورقق غنى الشايقية وقدموا بديباجة جديدة، الريلة والقمر بوبا. أدى أغنية عجيبة جدا للراحل عبد العزيز داود، كفاية كفاية. لكن الأخطر منا إن الأغنية دي لحنها الموسيقار الضابط موسى محمد إبراهيم، رد الله غربته. وموسى هو تقريبا الجمل كل أغنيات الستينات بآلة الفلوت التي كان يجيد عزفها، كل الأغنيات التي كانت فيها رقشة انفتاح والتسجيلات النادرة دي كان وراءها موسى محمد إبراهيم. موسى عازف مقتدر، ضابط عظيم، وملحن كبير. أنامله خطيرة جدا. حتى مرة بيحكوا لي قال لي زمان كبار الفنانين كانوا بيحرصوا إنه موسى يعزف لون الفلوت، لكن كان قانون القوات المسلحة لا يسمح بظهور واحد من ضباطه عازف، مع إنه هو مرة كان انتدبوه أسس أوركسترا الإذاعة بعد إقالة واحد من كبار الموسيقيين، فكانوا بيعملوا له ستارة. كان يخرج صوت الفلوت ويختفي موسى محمد إبراهيم. موسى محمد إبراهيم تجربة نادرة في الموسيقى السودانية، وتجربة نادرة جدا في اللحن السوداني. واحد من الذين عمروا حركة الموسيقى السودانية والعربية بالأمارات العربية المتحدة. عشان تكتشفوا إسماعيل حسن وعبقرية الصوت والانتقالات من عبد العزيز داود وموسى محمد إبراهيم، نسمع من نصر الدين كفاية كفاية. كفاية كفاية هذه كانت حكاية، كفاية وكفاية هذه كانت حكاية. أطول من ليالي أطول من ليالي ما لها نهاية. وسهاد الليالي وعذاب الزمن، له عيني مسهرة وعيونك بكن، له عيني مسهرة وعيونك بكن. غضبنا بنانا كانت هي البداية، كفاية وكفاية. تبقى دي
كربة أعلام تحكي فيها حياتي الماضي اللي سيده واليوم في البداية كفاية كفاية عليها